أستاذ سناء لحظي، كل التحية وكل التقدير. الكثير من الحديث حول طلاق الفنان مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى، والكثير من المفاجآت في هذا الطلاق، آخرها إعلان محامية الإعلامية فاتن موسى السيدة إناس فوزي أن سبب الطلاق بين مصطفى فهمي وفاتن موسى هو رغبة فاتن موسى في الإنجاب ورفض الفنان مصطفى فهمي لذلك بعد 6 سنوات من الزواج. ماذا دار في هذه العلاقة، ولماذا كان الطلاق، وماذا عن موضوع الإنجاب؟ أهلا بيكو. أنا حابة أوضح من البداية نقط مهمة جدا عشان اللي هيتابعنا يبقى عارف الموضوع من أوله لأخره، لأنه في أخبار بتتقال حتى غلط في تاريخ الزواج نفسه. ففي ناس بتقول 6 سنين و7 سنين وحاجات زي كده، لا، الزواج هو 4 سنين، تم في 2017 والطلاق تم في 2021. يبقى احنا قدام زواج 4 سنوات فقط. خلال ال4 سنوات كان في مشاكل، طبعا هتقولوا لي كان في صور على السوشيال ميديا، هي دايما كانت الطرف الثاني هو اللي بيحط الصور دي. استاذ مصطفى من الناس اللي ما بتحبش تحط صور ولا تظهر كتير، لكن الصور مش علامات ل يعني الحياه الداخليه للناس واسرار البيوت وكده. طبعا المشاكل دي كانت مستمره ودائمه. في المشكله الكبيره حصلت قبل سفرها لزواج او خطوبه اختها، كان الفنان مصطفى فهمي مقرر انه هيسافر معاها، ولما حصلت المشكله دي وكان اخوها موجود اصبح الطلاق، حتى اخوها نفسه قال انه الطلاق اصبح حل نهائي ولازم طريق، يعني ما فيش منه رجوع. ايه المشكله دي؟ لا يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا من اول ما اعلنا عن الطلاق احنا قلنا ان الفنان مصطفى فهمي يحترم اسرار بيته والسيده التي كانت تحمل اسمه كزوجته، وانه الاسرار دي مش مجالها لا السوشيال ميديا ولا القنوات ولا الاعلام. ده مش بس بالنسبه لمصطفى فهمي، ده بالنسبه لكل بيت، يعني كل بيت وكل زوجين بينهم حاجات كتير جدا لا يمكن ان هم يطلعوا يعلنوها على الملأ، مش عشان اي حاجه، عشان دي قواعد ومبادئ ولازم نمشي عليها تحت اي ضغط. احنا مش هنطلع نقول اسباب، الاسباب والاسرار اللي عندنا هتتقال في مكانها وفي وقتها المناسب، اللي هو مش الفضاء، القنوات الفضائيه ولا السوشيال ميديا. في محاكم، في قضاء، ممكن كل الحقائق توضع قدامك. فاتن موسى ومحامياتها أعلنوا أن أهم سبب في الطلاق هو رفض مصطفى فهمي الإنجاب من الإعلامية فاتن موسى ورغبتها الملحة في ذلك. أنا طبعا بعتمد كثيرا على ذكاء الناس اللي بتسمع، والناس كلها لما هتتابع أنا بقول أن ممكن الحقيقة تختفي بعض الوقت لكن عمرها ما تختفي كل الوقت. كل واحد عايز يقول اي حاجه يقولها، ما حدش بيمنعه، ده للاسف الشديد يعني من دواعي حزني ان انا شايفه انه كل اللي بيقول حاجه على اي حد بيقولها. وده طبعا انا بقول كل حاجه اتعملت من اول يوم طلاق لغايه وقتنا هذا احنا اتبعنا الطريق القانوني، اخترناها رسمي بالطلاق، اخترناها بان ملابسها موجوده وعرضناها عليها عرض قانوني. كل اللي حصل بعد كده من الطرف الآخر هو مجال محاسبة قانونية، مش أنا اللي هقول إيه اللي هيحصل، بس أنا بقول لكم إن كل حاجة شكلت جريمة هي مجال محاسبة قانونية. يعني اقتحام الشقة عن طريق بلطجية، مدام فاتن عرفت إن هي اتطلقت ورجعت لمصر، إحنا قايلين لها رسمي لما ترجعي بلغينا سواء حضرتك أو ممثلك القانوني عشان يستلم حاجتك وكل مستحقاتك القانونية ومؤخر الصداق اللي هو مبلغ كبير. كل ده الفنان مصطفى فهمي ما عندوش أي مانع إن حضرتك تستلميه سواء بشخصك أو عن طريق ممثلك القانوني. اتفاجئنا انها رجعت مصر وقعدت 11 يوم حسب اقوالها قدام النيابه، قعدت 11 يوم هو ما عرفش هي فين ولا مع مين ولا عاشتهم في انهي حته. وبعد ال 11 يوم جابت بلطجيه وكسرت باب الشقه ودخلت صورت زي ما حضراتكم كلكم شايفين يعني اوض النوم والحاجات الخاصه، وده طبعا كله مجرم قانونا. فده كله مطروح قدام النيابه
احنا بنحترم النيابة ومش هنقدر نفتت عليها ولا نقول اي حاجة. النيابة بتجري تحقيقاتها ويعني شبه تأكدت من الواقع، بس انا ما اقدرش اقول هي ليها كل التقدير. وطبعا احنا في انتظار قرارات النيابة، احنا ملتزمين بالقانون من اول لحظة لغاية اخر لحظة، هندي اللي علينا بالقانون وهناخد حقنا بالقانون. حضرتك لحد دلوقتي ما جاوبتنيش على سؤالي المهم، الرغبة في الإنجاب، هل أستاذ مصطفى فهمي كان يرفض الإنجاب من فاتن موسى أم أنه كان موافق على الإنجاب منه؟ لا، الرغبة ولا كان في رغبة في الإنجاب أصلا، ولا عمرهم اتكلموا في عن الإنجاب أساسا. الموضوع كان مقفول. حضرتك عارف أنه الفنان مصطفى فهمي كان متزوج وكان عنده ولد وبنت وهو مكتفي بهذا، ولما بيشرع في زواج تاني هو ده بيكون أول كلام بيتكلموا فيه، أنه فكرة الإنجاب دي في السن ده طبعا غير واردة يعني. لكن أنا معرفش الكلام ده بيتقال ليه يعني، وإيه اللي وراه وإيه الأسباب الحقيقية، هم عارفينها أكتر مننا، لكن بيحاولوا يقولوا أسباب غير حقيقية، وأكيد الناس هتبقى فاهمة ليه. هي أكدت إن هو غدر بيها بعد أن أبدت رغبتها في الإنجاب. بقول لحضرتك لم يحدث مطلقا ان هم اتكلموا على الانجاب وهم في السن ده، هم الاثنين انجاب ايه، هم الاثنين عارفين انه الانجاب غير وارد يعني. هو ازاي يجيبوا اطفال يعني؟ السن ده يعني ايه؟ سن فاتن موسى ولا سن مصطفى فهمي؟ الاثنين حضرتك، الاثنين كام مثلا؟ اكيد عند حضرتك انا اعرف ان مدام فاتن موسى اكتر من 50 سنة، فإنجاب إيه اللي هتكلموا فيه؟ أولاً أنا عايز أقول حاجة، الأسر لا تقوم على المطامع، الأسر بتقوم على أسس ثابتة وهي السكنة والمودة والرحمة. إذا حاد واحد أو أحد الطرفين عن الأسس الثابتة دي، لابد للبيت ده إنه يعني هينهار، لأنه دي قواعد. فاللي تم بينهم خلال ال4 سنوات خلى الأستاذ مصطفى يتأكد أنه العلاقة لم تكن من أجل الزواج فقط، في وراها أهداف تانية هي عارفاها كويس، وقرر أنه يطلق. لكن ما كانش وارد فيها موضوع الأمومة من الأساس. أنت قلت فاتن موسى تجاوزت 50 ومصطفى فهمي عمره كام؟ وإيه المطامع حضرتك يعني انتشر على الميديا ومن ضمن الكلام والبيانات الرسمية ان استاذ مصطفى فهمي قال ان رغبتها في شراء الكثير من العقارات تعاملها معاه ان هو هيحقق لها كل احلامها المادية، مش سكن مودة ورحمة زي ما حضرتك. استاذ مصطفى فهمي كام سنة؟ استاذ مصطفى فهمي مش حافظ يعني تجاوز ال تجاوز مع 70. تجاوز 70. ما انا بقول لحضرتك انه انا لما بكون يعني دي الكلام ده غير وارد اساسا، موضوع الامومه والخلفه وهي متجوزه من الاول وعارفه اللي تم منها، انه حس انه هو كانه بنك يعني بتطلب منه طلبات كثيره ومغاله فيها جدا، وده خلاه يحس انه مش المودة والسكن والرحمة هما هدف الزواج. حضرتك قالت محامية فاتن موسى انك اتصلت بيها في 27 اكتوبر الماضي ولمحت لها بموضوع الطلاق وسألتيها عن اغراضها وحقوقها، حقيقة ذلك ايه؟ طبعا ده حصل فعلا، لاني زي ما بقول لحضرتك من اول يوم في الطلاق والفنان مصطفى فهمي ناوي يديها حقوقها ومش ناوي يتكلم على حياته الشخصيه، وده اللي حصل فعلا ان انا بلغتها انه الطلاق تم، وانه حضرتك قولي لنا ايه مستحقاتك وقولي لنا مين هيجي ياخدها او انت عايزه تاخديها ازاي واحنا تحت امر حضرتك. ده فعلا كله الكلام ده حصل، لكن زي ما احنا شفنا الطرف الاخر عمل ايه وكان في المقابل ايه، ما عجبهاش ابدا ان احنا ننزل في بيان نقول انه الطلاق تم وانه الطرفين بيكنوا كل الاحترام لبعض، ما عجبهاش ابدا. ومن اول يوم لغايه دلوقتي واحنا سامعين وشايفين ايه اللي بيحصل، واللي بيحصل ده سواء من تشهير او بدات تدخل على اطراف اخرى حتى مش في علاقه معاها، اهله اسرته وزوجاته السابقات مش في علاقه معاها، بتدخلهم في مشاكل وبتشهر بالجميع، وده كله انا بقول لحضرتك محل بلاغات امام نيابه النت.